بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين، نتواصل مع انطلاقاتنا، نتواصل مع هذه الأشواط الجميلة والمميزة هنا من عاصمة الميادين، ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، هنا لسن لقاية وسن المفاجآت. الشوط الحادي عشر هنا بكار محليات الأصايل، 5 كيلومترات هي المسافة المقررة لهذا السن. الصدارة والمقدمة هناك، والمركز الأول الشاهينية مسلم بن سالم بن حمد بن يطبع العامري على المقدمة هنا على الصدارة على الانطلاق الجميل. انتقل مباشرة مع جبارة هناك على ثاني المراكز، وحمد بن بيات بن حمد الرميثي على ثاني المراكز، المركز الثالث وثالث المراكز. الله الله، وصلت الشاهينية على ثالث المراكز في هذه اللحظات، سالم بن محمد بن سالمين. هناك المزروعي بينما التحدي من رابع المراكز في هذه اللحظات، والصراع القادم هنا من المراكز الخلفية والشاهينية. راشد بن دنام بن فالح بن سيف الشامسي هناك غادم ومنطلق في هذه اللحظات. يا سلام، ما إن شاء الله، هنا المركز السادس وسادس المراكز. هناك الوصول من سرابة، تسربت سرابة، انطلقت سرابة، وراشد بن حمد بإعلان الاكتمال. الله، ما إن شاء الله على هذا الرقص. وصل هناك أيضا شاهينية، الشاهينية وصلت على ثاني المراكز، سالم بن محمد بن سالمين المزروعي. تبارك الله، الله الله الله، ما إن شاء الله. سلام ندي الشبه، سلام سلام ندي الشبه هنا، سلام مرقم، سلام قد مرق في هذا الصباح الجميل والمميز. محمل على ظهر نبا هنا في هذا الشوط الجميل للمرة الثانية على التوالي. المركز الثاني الشاهيني سالم محمد سالمين المزروعي، المركز الثالث كان من نصيب. ايضا هناك هو النداء لملامه علي بن خليفه بن عبد الله الرميثي. المركز الرابع كان من نصيب ايضا هناك حامل رقم 29 الذائن مبارك من خادم الحارب الخيلي. المركز الخامس كان من نصيب ايضا الدخول من الشاهينيه وسلطان بن راشد بن كشيم الشامسي واهالي زاخ الحاضرين مع المراكز الخمسه الاوائل المتقدمه. عود مع التوقيت الزمني وتوقيت هناك ايضا نبا سيب مطلب سيب الاحج الهاجري، التوقيت الجميل والمميز والنقطه الثانيه هنا في هذا الصباح وفي عاصمه الميادين، 7:39 يتيما من الثانيه. تهانينا والناموس سيب مطر الهاجري. بينما المركز الثاني وصول من ثاني المراكز في هذه اللحظات كان شاهينية سالم بن محمد سالمين المزروعي، 7:39 6 من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث كان من نصيب أيضا هناك ملامة علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، توصل إلى خط النهاية وقاطع 5 كيلومترات في زمن وقدره هنا أعزائي المشاهدين 7:44 7 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان، شوط ينتهي وشوط يبدأ، ونحن بدينا بهذه الانطلاقة من انطلاقات الخير والبركة والمحبة والالتقاء. الشوط هذا أمامكم هي انطلاقة الشوط الثاني عشر أبكار مهجنات أصايل، أرى المقدمة مباشرة والمركز الأول، هناك الصدارة، هناك المقدمة، هناك أيضا وهنا التوقيت الأفضل والغزوة التي قضت التوقيت والمركز الأول لحمد بن شطية الوهيبي 7